السلام عليكم. تدرون وش السر في هذه المنتجات؟ دي عبارة مئات الآلاف، كل يوم نشوف منتج جديد بتغليف جذاب أو لون مميز من الداخل، كل هذا لا تغني عن المادة الفعالة. السر يكمن فيها، لأن هي اللي تعمل العمل في العناية بالبشرة وحتى الشعر. اليوم راح أتكلم على مادتين فعالة مشهورة جدا، أي شركة تصنع منتجات العناية بالبشرة سواء كانت طبية أو حتى تجارية تجميلية تتفاخر بهذه المادة، تقول لك يحتوي على مادة سلسلك أسيد أو يحتوي على مادة تريتينوين، مشتقات فيتامين ألف. هذه المادتين اليوم راح أعمل مراجعة عنهم، إيش المواد الفعالة الموجودة في منتجات تجارية، أفضل منتجات، وكيف نستخدمها بطريقة مثلى، وكيف ندمج ما بين الثنتين، لأن الدمج بين الثنتين بنفس الوقت يسبب آثار جانبية، كيف نتلافاها ونستفيد منها استفادة قصوى بطريقة صحيحة بالاستخدام، خاصة أصحاب البشرة الدهنية أو حتى المختلطة أو استخدامات علاجية وحتى استخدامات تجميلية. راح ندمج اليوم بين كل هذا وذاك، وراح أشرح بإذن الله فوائدها وكيف نستفيد من هذه المواد الفعالة. إذا كنتم جدد ياريت تدعمونا بلايك، تشتركوا بالقناة حتى تستفيدوا من الفيديوهات، وشغل الجرس. نقول بسم الله نبدأ. أحب أوجه رسالة للناس اللي تقول العناية بالبشرة تكلف ميزانية وتحتاج مبالغ كبيرة. هذا كلام غير صحيح. تقدروا مادة فعالة مثل إكراتين سعره بس 18 ريال تستخدموا عدة أشياء متعددة الاستخدامات زي ما راح نعرف الآن، مبلغ زهيد جدا، بس الطريقة الصحيحة باستخدام هي اللي تفرق. داك نقول دائما تابع الفيديوهات من الناس الأطباء أو السيادة، للناس الثقة، حتى تستفيدوا هذه المنتجات، وليس العبرة أنكم تعبوا السلة منتجات وبالأخير ما تستخدمونها أو ما تعطيكم نتائج. اليوم راح أتكلم على الإكراتين في البداية، لأنه مشتقات فيتامين ألف يحتوي على مادة اسمها تريتينوين، في منه تركيز 0.5 يعتبر تركيز عالي، في 0.25 هذا تركيز أخف، فدائما نبدأ بالتركيز الأخف ثم التركيز الأقوى حتى البشرة تتقبلها. تريتينوين آلية عمله سهلة وبسيطة، يعمل في البشرة إنه يجدد الخلايا وينظم تكاثر الخلايا في سطح البشرة، لذلك يدخل في أيضا ينظم إفراز الدهون في البشرة، ويدخل في العديد في عمليات الحيوية لعلاج البشرة، على رأسها علاج حب الشباب، يمنع تكون خلايا كريتولايتك اللي آخر خلايا لأنه روتينك أسيت مقشر، وينظم تكاثر هذه الخلايا، يحفز إنتاج الكولاجين. أعتقد الكثير منكم سمع عن الإكراتين بس ما يعرف إيش استخدامات الإكراتين. له عدة استخدامات، رقم واحد يعتبر drug of choice، يعني أفضل علاج لحب الشباب، حتى مكتوب على العلبة علاج حب الشباب. أيضا يعالج الآثار اللي تتكون بقع بنية وحتى الندبات الخفيفة، لأنه يحفز إنتاج الكولاجين وينظم إفراز الدهون، وهو drug of choice لحب الشباب. أيضا يدخل في علاج المسامات الواسعة والرؤوس السوداء أو البيضاء، لأنه ينظم إفراز الدهون، وأيضا من ضمن الخلطة الثلاثية لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات، لأنه ينظم تكاثر الخلايا، وروتينك أسيد يعتبر حمض يقشر في البشرة ويقلل المرحلة الأخيرة من تكون الخلايا الصبغية الميلانين. أيضا يعتبر من الأشياء الممتاز جدا للعناية بالبشرة وتقليل ظهور أو خطوط الرفيعة في الوجه، لأنه يحفز إنتاج مادة الكولاجين. فكل هذه الاستخدامات، الإكراتين هذا اسم التجاري، المادة الفعالة التريتينوين أو حتى الريتينويل كسيرم، هذه مثبتة علميا، لذلك أغلب الأطباء والصيادلة دائما ينصحون بالمشتقات فيتامين ألف، لأن عليه دراسات وأبحاث تثبت هذا الكلام وليس كلام عامي. الكثير أول ما يسمع هذه الاستخدامات المتعددة الإكراتين دي تعتبر كريم الجمال أسميه أنا، طوالي يروح يشتريه كم سعره 18 ريال، خاصة الناس اللي ظروفهم المادية ما تسمح شراء بسيطة الكبيرة، ويبدوا يستخدموه وللأسف بطريقة خطأ، كميات كبيرة تنحرق البشرة، تحمر يومين ثلاث أربع أيام، بعدين يدعون على الشخص الذي دلهم على الإكراتين. أنا دوري كصيدلي هنا أوضح لكم طريقة الاستخدام طريقة المثلى، على بال تستفيدون من هذا الكريم، اللي حرام يعني تضيعون باستخدام خاطئ. استخدام الصح تغسلون البشرة تنشفونها، بعدين حسب الحالة، إذا كان علاجي طبيب رح يقول لكم استخدموا بشكل يومي على حبة فقط طريقة معينة،
وايضا لاستخدام تجميلي راح اذكرها الان. طريقه صحيحه نغسل البشره، ننظفها، بعدين ناخذ كميه بسيطه. دائما يقولوا حتى في قاعده مذكوره في كتب الطب، نفس حجم حبه البازلاء راس الاصبع، نفس حجم حبه البازلاء، كميه تكفي الوجه كامل، وليس كميات كبيره ما شاء الله يكثرون هنا شويه هنا شويه علشان انه رخيص، يلا نكثر نشوف نتائج سريعه، راح يعدم لكم البشره يحرقها. انا بقول لكم بالصراحه من الان كميه بسيطه، ندهن الوجه كامل ما عدا حولين العين، زوايا الانف، حولين الفم. قد يسأل سائل لماذا؟ لان هذه مناطق حساسه، الجلد رقيق اول ما يوصل لها فيها يتحسس. بعد نص ساعه من استخدام الاكراتين نرطب البشره حسب نوع بشرتكم، ثم ننام، واليوم الثاني الصباح نغسل البشره ونستخدم المرطب واقي الشمس وننطلق، خاصه اذا حتطلعوا من البيت ضروري واقي شمس حتى ما تحسس البشره اكثر. هذه بالطريقه بشكل عام في حاله البشره صارت تتقبل الاكراتين. اما طرق اخرى في البدايه لازم نتدرج، هذه نقطه مهمه اكتبوها بين قوسين، التدرج سر من اسرار نجاح استخدام الاكراتين، التدرج. يعني يعتمد، اذا كان العنايه ممكن تستخدم مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع تكفي، خاصة عمر العشرينات مرتين مناسب، الثلاثينات ممكن تستخدم ثلاث مرات في الأسبوع، الذي في عمر 40 أربع مرات، وهكذا، خمسينات خمس مرات، بس نتدرج في البداية، مثلا أول أسبوع مرتين، بعدين الأسبوع الثاني ثلاث مرات، بعدين يوم ويوم لا، وهكذا حسب العمر والفترة الزمنية اللي أنتم فيها، ومن بشرة لبشرة يختلف تقبل الإكراتين، البشرة الدهنية والمختلطة تقبلوه بسرعة، البشرة الجافة أو الحساسة لهم طريقة معينة أنا سبق نزلتها، طريقة الساندويتش، بحيث نستخدم مرطب ثم الإكراتين ثم مرطب، يكون طبقات، هذا يقلل من تحسس البشرة وبنفس الوقت يقلل مفعوله، بس إنه يستفيدوا منه أحسن من إنهم يتركون استخدام. هذه أهم المحاذير وطرق استخدام الصحيحة. وفي أشياء بديهية للجميع، المعروف إنه الإكراتين أو حتى أي مقشرات بالعادة استخدمتها في الليل وليس في النهار. إن في النهار أشعة الشمس والضوء تتحسس البشرة أكثر وتحمر ويحصل الآثار الجانبية راح أذكر لكم الآن، خاصة في البداية زي اللسعة، إحمرار، تقشر، جفاف، ممكن لو استخدمتم بطريقة خطأ وكميات كبيرة تنحرق البشرة، تكون حمراء جدا بعدين تسود فيما بعد، خاصة لو سخن في أماكن حساسة أو وصل حولين الفم. لذلك ممكن تستخدمون قبل استخدام من الطرق والحيل، نأخذ كمية بسيطة من الفازلين، ندهن حولين عين، زوايا الأنف، حولين الفم، ثم نستخدم الإكراتين. كذا هذه راح تساعدكم إن ما يحصل تهيج للبشرة في الأماكن الحساسة، استمرار حولين الفم أو هالات أو حتى حولين الأنف. هذه طريقة ممتازة جدا وانصحكم بها. يعني النساء الحوامل أو حتى المرضعات ما ننصحهم باستخدام الإكراتين، سبب تشوه الأجنة أو حتى الروكتان، مشتقات فيتامين ألف تجنبوها. أيضا أصحاب البشرة اللي فيها وردية، ظهور شعيرات أو حمراء أو بشرة متحسسة أو حتى بشرة فيها إكزيما، حكة، وفي شقوق في أماكن يعني يطلع الدم أو حاجة كذا، نتجنبها، ما نستخدمها إلا تحت إشراف طبي، لأنه راح ممكن يهيج البشرة أكثر ويسبب تحسس أكثر. وفي زي ما ذكرنا بعض الاحتياطات، طريقة الساندويتش. آخر نقطة حول الإكراتين، ما هي البدائل؟ الإكراتين هذا اسم تجاري في شركة أخرى، أفوتين، أو عندكم أي، يعني إذا كنتم مثلا في أوروبا أو أمريكا في تريتينوين بهذا الاسم العلمي. طيب في شركة من جلدرما فرنسية اسمها ديفرين، برضه يعتبر بديل بس أخف. وفي أيضا الريتينويل، يعتبر سيرم بس سعره غالي، مكلف تقريبا 10 أضعاف سعر الإكراتين، حول 180 إلى 250. فهذه كلها تسمى مشتقات فيتامين ألف أو عائلة فيتامين ألف، ريتينوين، الإكراتين أو الدفرين أو الريتينول، واحد منهم كلها جيدة، كلها تعطي نتائج ممتازة إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة وحسب إمكانيتكم وقدراتكم. أنا ليش بديت بكراتين؟ لأنه مشهور جدا ونستخدم سعره في متناول الجميع. ننتقل الآن إلى مادة السلسليك أسيد، تعتبر صديقة لمشتقات فيتامين ألف، وما أن تذكر مشتقات فيتامين ألف ومعها السلسليك أسيد تعتبر أقوى مادتين فعالة، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة أو البشرة المعرضة لحب الشباب، لأن تدخل ضمن استخدامات عديدة تحل العديد من مشاكل هذه البشرة. حتى البشرات أخرى يقدرون يستخدمونها
كمقشرة للبشرة ومرطبة، لها عدة فوائد راح نذكرها الآن لاحقا. أول، مادة السلسليك أسيد من قديم الزمان موجودة، كانت تستخرج من لحاء مادة أوراق الصفصاف الأبيض، واستخدمت كعلاج في صناعة الإسبرين، خافض حرارة ومسكن. بعدين فيها مشتقات مادة سلسليك أسيد دخلت في منتجات التجميل، في العديد من المنتجات سواء غسول أو حتى مناديل أو تونر أو محلول أو حتى السيرم، كلها تحتوي على مادة سلسليك أسيد. آلية عملها مادة مقشرة كريتولايتك تزيل الجلد الميت وتتغلغل لأعماق المسامات وتذيب الدهون الزائدة وتنظم إفراز الدهون، فبالتالي تعالج العديد من مشاكل البشرة الدهنية، على رأسها حب الشباب، علاج حب الشباب، أيضا للمسامات الواسعة لأن تنظم إفراز الدهون، أيضا تعالج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، أيضا تستخدم كمقشرة مزيلة للجلد الميت. لو استخدمناها في الأسبوع مرتين مناسبة جدا، تزيل الجلد الميت الخشن وتنعم البشرة وتمنع انسداد المسامات وظهور حب الشباب أو حتى الرؤوس السوداء والبيضاء، كحماية وعلاج بنفس الوقت. يعني يعتمد على حسب المنتج، بالعادة في منها تراكيز عديدة من 1 إلى 2 للبشرة مناسب، خاصة التونر أو حتى المحلول أو السيرم أو حتى المناديل تحتوي 2% مناسبة جدا في منتجات عديدة، مشهور كمناديل المنظفة البشرة فيها حمض سلسليك أسيد أو بول شويز تركيز 2% على شكل ليكويد، برضو تونر يعتبر، وموجودة في غسول سلسليك أسيد، منتجات مثلا من سيرافي يحتوي أيضا على سيراميد يعني ما يسبب نشفان البشرة، يرمز لها بالعادة SA سلسليك أسيد أو بيتا هيدروكسي أسيد زي ما هنا مكتوب PHA. أيضا موجود في أحماض الأردنري مع أحماض الفواكه مخلوطة أثنين مع بعض أو حتى صافي، فهذه أشهر منتجات تحتوي على سلسليك أسيد، اختاروا ما يناسبكم. أخيرا نأتي كيف ندمج ما بين الاثنين ونستفيد منهم استفادة قصوى، خاصة أصحاب البشرة المعرضة للحبوب أو بشرة دهنية وفيها مسامات ورؤوس سوداء، نستخدمهم بالتناوب. هذا المصطلح بالتناوب، البعض يقول كيف معنى إيش معنى بالتناوب؟ حسب نوع المنتج، مثل لو كان تونر، احنا قلنا التونر نستخدم مرتين في الأسبوع سلسليك أسيد، والإكراتين ممكن مرتين في الأسبوع بس في أيام مختلفة، يوم هذا ويوم ذاك، وليس في نفس اللحظة تستخدم التونر ثم السلسليك أسيد، السلسليك أسيد تونر ثم إكراتين بنفس اللحظة حمض مع حمض، يحصل تقشر وتهيج البشرة بشكل كبير جدا. ونستخدم أيضا في المساء السلسليك أسيد زي الإكراتين. إذا كان مثلا في منتج كغسول، غسول لطيف على البشرة وتركيزه خفيف، ممكن نستخدم الغسول في الصباح ضمن روتين العناية، وفي المساء نستخدم الإكراتين أو الدفرين أو حتى الريتينويل، يعني في وقت في فاصل يعني يكون بينهم مرطبات، يكون وقت فاصل بحيث ما تهيج البشرة أو حتى مناديل. هذه هي بالتناوب، إن شاء الله تكون وضحت الفكرة للجميع وتكون استفدتم من هذا الفيديو ووصلت لكم المعلومة واخترت لكم منتجات سارة في متناول الجميع، مواد فعالة تفيدكم إن شاء الله وتحصلون بشرة جميلة صحية. إذا عجبكم الفيديو كنتم جدد، يا ريت تشتركوا في القناة وتشغلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ودعمونا بلايك، نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. شكرا لمشاهدتكم، في أمان.